مدينة مراكش عاصمة السياحة بالمغرب في أبهى صورها لاستقبال أفواج كبيرة من السياح سواء مغاربة أو أجانب. مطار مراكش الدولي غادي يستقبل رحلات كثيرة كتوصل 82 رحلة يومية من مختلف الأسواق، ولهذا إلا ضفنا العدد ديال السياح الأجانب والسياحة الداخلية فغادي تكون الفنادق ممتلئة عن آخرها. مراكش البستان الأخضر في اليوم ونور وأنوار في الليل، كتستعد باش تبدل داك الصورة اللي كانت عندنا سنة قبل ذلك من الآن اللي كان عندنا كوفيد وما كان عندنا حتى شي زائر. فهذه المنطقة اللي هي ساحة جمع الفناء، هذه مدينة سبعة رجال، الحمد لله خرجنا براسنا مرفوع من هذه الأزمة، واليوم حنا كنتطلعوا أننا نبقاو شادين هذه الريادة على المستوى الوطني والقاري. المهم هو كيف سنحقق الاستدامة ديال هذه الريادة وهذه الأفواج. معلوم أن كاين ورقة طريق كتعدها الوزارة اللي كتهدف أنها تستقبل 26 مليون سائح في أفق 2030، وغادي تكون حصة كبيرة لمراكش كما لأكادير وطنجة ومدن أخرى. ولكن بالإضافة للمجهود على المستوى المركزي فهناك مجهود على المستوى المحلي لا بد القيام به. المجهود على المستوى المحلي اللي كيقوموا به هما الفاعلين، هما المؤسسات المنتخبة، هي المنظمات المهنية. وأنا أقتبس فقرة من خطاب صاحب الجلالة هي واضحة تقول أن التناغم تطور المتناغم للقطاع السياحي راهين بمقاربة جهوية مع تداخل جهود المهنيين والمنتخبين والسلطات المحلية والإدارات وكذا الفعاليات يعني الكفاءات المحلية. كما يضيف نؤكد على دور الجماعات المحلية. ذكر الجماعات المحلية بعد المنتخبين مرة أخرى هي المكانة اللي خصهم يلعبوها، لأن هذه نص واضح للجهاد بعده ولا تأويل ضده. السياحة هي شأن الجميع، هي شأن المواطن العادي اللي كيعيش منها، هي شأن المهني، هي شأن رجل الإعلام، هي شأن الدولة وهي شأن المنتخبين. وريادة مراكش وريادة المدن المغربية كذلك الأخرى في شقها مثلا السياحة الشاطئية بالنسبة لأكادير راهين من خيرات المؤسسات المنتخبة. إشعاع اللي حقه المنتخب الوطني أعطى واحد الريادة للمغرب ووضعوه تحت الأضواء. اليوم مراكش ولو أن كنا بدينا تقريبا الانتعاش ابتداء من شهر 5، لأن بقى فتح الحدود بعد ذلك كانوا الشروط نتاع الولوج للمغرب شيئا ما كانت قاسية، يعني استطعت أنها تسترد واحد النسبة كبيرة من النشاط ديالها. ولكن اليوم على الإشعاع اللي حقونا أسود الأطلس كيعطينا واحد الفكرة أنه المغرب ككل غادي يكون عليه إقبال إذا عززنا الرحلات الجوية من الأسواق التقليدية فرنسا إنجلترا ألمانيا أمريكا إلى آخره، وإذا انفتحنا كذلك على أسواق صاعدة وأسواق جديدة. فمراكش غادي تختتم السنة ديالها تقريبا بواحد 7 مليون ديال الليالي السياحية، وهو رقم مهم جدا، ولكن نتطلع أن نصل إلى رقم 2019 في حدود 2023، ولكن بعد ذلك لنا من الإمكانيات أن نصل إلى أرقام قياسية إذا تضارفت الجهود التي تكلمت عنها والتي تم ذكرها في خطاب صاحب الجلالة نصره الله.